بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الوزير الأول المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، نفتتح اليوم بعون الله وقوته آخر دورة في الولاية التشريعية الحالية التي شكلت مرحلة حافلة بالعطاءات النيابية في مختلف المجالات، حيث ستكون لنا في نهاية هذه الدورة إن شاء الله مناسبة لتقديم خلاصاتها الأساسية. نفتتح هذه الدورة في مرحلة تواصل فيها بلادنا بإرادة قوية برامج الإصلاح والتأهيل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفي كافة ربوع المملكة، بهدف تحقيق المشروع المجتمعي الكبير الذي نعمل من أجله، وهو مشروع تعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات والنهوض بالاقتصاد الوطني وترسيخ التضامن الاجتماعي والجهوي والتحديث الشامل لبنيات مجتمعنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. السيدات والسادة، يتزامن افتتاح دورتنا أيضا مع تقديم بلادنا لمقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في إطار السيادة المغربية أمام هيئة الأمم المتحدة، والذي يرمي إلى إنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمنا الصحراوية. السيدات والسادة، شهدت بلادنا في الأيام الأخيرة محاولة يائسة استهدفت أمن واستقرار وطننا، وأود نعبر عن تنديد نواب الأمة الشديد بهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة وتعبئتهم القوية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لحماية استقرار بلادنا ومكتسباتها الديمقراطية وتحسين هويتها الحضرية الأصيلة. نشيد بالدور الذي تقوم به مختلف أجهزة الأمن بدعم من المواطنين والمواطنات في مقاومة هذه الظواهر الإجرامية والحفاظ على سلامة وأمن مجتمعنا. السيد الوزير الأول، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، لقد عمل مجلس النواب خلال هذه الفترة سواء عبر عمله التشريعي أو الدبلوماسية البرلمانية على مواكبة الانشغالات الكبرى لأمتنا، سواء فيما يتعلق بأوراش الإصلاح والتحديث أو تحسين الوحدة الترابية. فعلى صعيد الإنتاج التشريعي، قامت اللجنة النيابية الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر وأبريل بعقد 39 اجتماعاً استغرقت 121 ساعة خصصت لمتابعة دراسة مشاريع القوانين المحالة عليها، سواء تلك التي لم يتمكن المجلس من إنهاء دراستها خلال دورة أكتوبر أو تلك التي توصل بها في إطار جدول أعمال الدورة الاستثنائية. ونتيجة لتعبئة جماعية للسيدات والسادة النواب، وانطلاقا من استحضار كافة مكونات المجلس للأهمية الخاصة
لمشاريع القوانين التي أحيلت عليه خلال الدورة الاستثنائية، عمل المجلس في 3 جلسات عمومية على استكمال دراسة النصوص 4 المحالة عليه من طرف الحكومة، وضمنها القانون المتعلق بالجنسية الذي شكل إقراره لحظة سياسية وتشريعية هامة للتجاوب مع انتظارات المجتمع بهيئته السياسية والنقابية ومنظمته الحقوقية، تجديدا للمبادرة الملكية السامية الرامية إلى إصلاح التشريع المتعلق بالجنسية، بتخويل الأم المغربية حق نقل جنسيتها إلى أبنائها على قدم المساواة مع الأب، وتكريسا لمبدأ المساواة في حقوق المواطنة بين المرأة والرجل ولمبادئ حقوق الإنسان انسجاما مع المواقف والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الشأن، وبهدف الملائمة أيضا مع أسس وأهداف مدونة الأسرة فيما يخص المساواة بين الرجل والمرأة في الإشراف على الأسرة وتدبيرها. وصادق المجلس كذلك إلى جانب هذا النص على ثلاث نصوص تشريعية ذات أهمية بالغة فيما يخص تخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية المال العام ومحاربة أسباب ومظاهر الفساد واستغلال النفوذ والإطراء غير المشروع، عبر تحديث الإدارة وترسيخ أخلاقية المراقبة العامة وتعزيز دور الدولة في المراقبة والتتبع والإلزام بالتصريح بالممتلكات وتسيع مجاله للمحافظة على كرامة الملزمين بالتصريح. ويتعلق الأمر هنا بقانون يخص التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات المواطنين والأعوان العموميين بممتلكاتهم، وقانون يهم النظام الأساسي للقضاة، وقانون يرتبط بمدونة المحاكم المالية. وبموازة مع هذا الإنجاز التشريعي التي تضافرت في إعداده جهود الحكومة والمؤسسة التشريعية، ظل المجلس متابعا لاهتمامات وقضايا المواطنين والمواطنات المحلية والقطاعية، وذلك من خلال طرح العديد من الأسئلة الكتابية، حيث بلغ عدد المجاب عنها في هذه الفترة 491 سؤال، شملت عدة مواضيع تحظى بالصدارة والأولوية لدى فئات المجتمع المغربي بكافة جهات المملكة. السيد الوزير الأول، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، في مجال الدبلوماسية البرلمانية استقبلنا منذ نهاية دور أكتوبر عدة وفود برلمانية من سورينام والنيجر وفنلندا والنرويج وإيطاليا والبرلمان الأوروبي والكويت والقطر والمملكة العربية السعودية وكوريا، بالإضافة لرئيسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية على الصعيد الدولي. وقد أتاحت المباحثات مع هذه الوفود فرصة إبراز الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا وإرادتها القوية من أجل إنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال حل سياسي متفاوض بشأنه، الذي
يشكل مقترح الحكم الذاتي تجسيدا له ومواقف بلادنا من المواضيع على الصعيد الدولي وجهودها من أجل استثبات السلم والأمن وإقامة سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واستعادة كافة الأراضي العربية المحتلة من طرف إسرائيل. وقد تميزت هذه الدينامية الدبلوماسية أيضا بتعزيز روابط التعاون الثنائي مع العديد من البرلمانات من بلدان شقيقة وصديقة، واتخاذ مبادرات جديدة في اتجاه مناطق وبلدان بهدف فتح آفاق للعلاقات التعاون معها في المجالات السياسية والاقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة للبلدان الأسكندنافية وأمريكا الوسطى. وبذلك ساهمت الدبلوماسية النيابية في تقوية إشعاع بلادنا في المنتظم الدولي وتوسيع رصيد علاقاتها، الأمر الذي كانت وستكون له انعكاسات جد إيجابية على مصالح بلادنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. كما استضاف المجلس أيضا في هذه الفترة ندوة هامة حول الأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، انتهت إلى خلاصة مفيدة حول السبل الكفيلة بتطوير الأداء البرلماني بما يضمن تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية في الوطن العربي. وساهم المجلس أيضا خلال هذه الفترة بفعالية في مؤتمرات واجتماعات عدة منظمات برلمانية دولية وجهوية وندوات دولية، كما هو الشأن بالنسبة لاجتماعات الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي الانتقالي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي والجمعيات البرلمانية الأورومتوسطة والجمعية البرلمانية للفرنكوفونية والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا. وأشرفنا على انطلاق الاجتماعات الأولى للجنة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط الذي يتشرف المغرب برئاستها وهيكلتها وتحديد آفاقها وبرامج عملها. وفي كل هذه اللقاءات كان حرصنا دائما على تفعيل وتطوير العمل البرلماني العربي والإسلامي المشترك وخدمة القضايا المصيرية للأمة العربية والإسلامية والدعوة للإسراع ببناء المغرب العربي باعتباره ضرورة استراتيجية لشعوب المنطقة وبناء علاقة متكاملة متوازنة بين ضفتي المنطقة المتوسطية هدفها التنمية المستدامة والرخاء المشترك وتوفير أسباب السلم والأمن والاستقرار في المنطقة عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بأزمة الشرق الأوسط وتيسير الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات وترسيخ قيم التعايش والتسامح. وبجانب هذه المهام وفي إطار الاستجابة للدعوات الكثيرة الموجهة إلى المجلس من عدد من البرلمانات بمختلف القارات، تمكنا من القيام بزيارة إلى البرتغال شكلت مناسبة لإجراء مباحثات مثمرة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا المطروحة على الصعيدين الجهوي والدولي وعلاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي. وتوجت هذه الزيارة بتوقيع اتفاقية هامة للتعاون بين مجلس النواب والجمعية الجمهورية للبرتغال.
السيدات والسادة، بموازاة مع هذا المجهود المتميز في كافة مجالات العمل النيابي، تابعنا إنجاز عدد من البرامج التي تهدف إلى توفير شروط أفضل لأداء السيدات والسادة النواب لمهامهم، وذلك من خلال تعميم التقنيات والوسائل الجديدة للاتصال، وإنجاز برنامج إلكتروني لإعداد محاضر الجلسات العامة والشروع الفوري في نشرها بموقع المجلس على شبكة الإنترنت، وإعمال نظام إلكتروني للتدبير الموارد البشرية والمالية وممتلكات المجلس من أجل عصرنة عمل المصالح الإدارية وتمكينها من الوسائل الكفيلة بالرفع من نجاعتها، وإنهاء أشغال البناية الجديدة التي خصصت للفرق النيابية، وتهيئ مرافق البناية السابقة للخزينة العامة التي تم إلحاقها بالمجلس بهدف ضمان ظروف ملائمة للأداء النيابي، سواء فيما يخص عمل الفرق النيابية أو أشغال اللجان الدائمة. واعتمادي النهائي لهيكلة الجديدة لإدارة المجلس وتنظيم عدد من الدورات التكوينية لفائدة الموظفين قصد الرفع من أداء مصالح المؤسسة فيما يخص صياغة القوانين ومتابعة الجلسات وتحليل الميزانية واستعمال التقنيات الحديثة للتواصل وتقنيات الأرشيف. السيدات والسادة، إننا نسجل بارتياح هذه الحصيلة الإيجابية لمجلس النواب في هذه الفترة الفاصلة بين الدورتين، متوجهين بالشكر الجزيل إلى كافة أجهزة المجلس من أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان والسيدات والسادة الوزراء، وضمنهم السيد وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وفي مقدمتهم السيد الوزير الأول، على تعاونهم في تحقيق هذه النتائج خدمة للمصالح العليا لبلادنا. كما نتطلع في نفس الوقت بكل عزم وحماس إلى تنفيذ برنامج العمل الذي ينتظرنا خلال هذه الدورة لإنهاء دراسة كافة النصوص التشريعية المحالة علينا، ومتابعة أداء المجلس لدوره في ميدان مراقبة العمل الحكومي، وإنجاز عدد من المهام في مجال الدبلوماسية البرلمانية، واستكمال برنامج التأهيل الداخلي لمرافق ومصالح المجلس. السيدات والسادة النواب، أعاننا الله جميعا ووفقنا لما فيه خير ومصلحة شعبنا وبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.